السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنستخدم شات جي بي تي ان هو يقول لنا نسافر فين، او يقترح علينا اماكن ان احنا نسافرها او نخطط لرحلة معينة. مثلا اريد ان اسافر ل10 دول مثلا متنوعين في المناخ وبهم مناظر طبيعية ولا تحتاج فيزا، مع العلم ان انا مصري، لان كل دولة بيختلف بتحتاج فيزا او مش فيزا. نشوف بقى، يقول ماليزيا الجو بتاعها كويس، تايلاند، اندونيسيا، المغرب، تونس، مصر. لا انا مش مسافرش اسافر مصر، يعني انا مصر اسافر مصر ليه؟ تمام. ما اهم الاماكن السياحية في هذه ال10 بلاد؟ هيبدأ ده يجيب لك تمام. فممكن تقول له مثلا ايه، تقريبا كم تتكلف هذه الرحلة بالسفر بالطائرة؟ ادينا الموقع اللي من خلالها اقدر اعرف التكلفة هتبقى قد ايه. طيب، اريد ان ازور دول اوروبية من خلال القطار، تمام. ما المسار الذي علي اتباعه؟ يعني لو ركبت قطر من باريس بتروح بروكسل، وبعد كده امستردام، وبعد كده برلين في ألمانيا، وبعد كده براغ في تشيك، وفيينا، فعمل لك المسار بتاع مسار سفر بسيط ممكن تمشي عليه، تمام. في اي لحظة وقف ممكن تقول له كونتينيو او تكتب له كده كمل انا معاك، فيروح مكمل مفيش اي مشكلة خالص. رشح لي اهم اماكن تصلح لشهر عسل في جزيرة. ممكن تقول له انا التكلفة بتاعتي مثلا كذا، فبيقول لك جزر المالديف وبالي في اندونيسيا، سيشل، جزر المالديف قالها تاني، تمام. ممكن اي مكان عايز تزوره تقول له طب ايه هي المزايا والعيوب لزيارة بريطانيا؟ طيب، ما هي مزايا وعيوب زيارة بريطانيا؟ تراث ثقافي عيني غني، مواقع طبيعية خلابة، العيوب الطقس المتقلب، مدينة الضباب، تكاليف السفر،
الازدحام السياحي وهكذا. فأنت ممكن تستخدمه كمرشد سياحي وكيخطط معاك الرحلة بتاعتك اللي جاية.